حقيقة قبل بس ما أبدأ مع حضراتكم كلامي في أي شيء، أول حاجة عايز أتكلم مع حضراتكم فيها النهاردة حاجة اسمها جينات الفوز داخل النادي الأهلي. جينات الفوز داخل النادي الأهلي يعني إيه؟ وأنا قاعد بفر الحقيقة امبارح وبقرأ بقرأ كل بحاول يعني على قد ما أقدر إن أنا أشوف على قد ما أقدر إن أنا أشوف كل الأحاديث الصحفية وإيه اللي بيحصل في الرياضة في مصر من خلال كل المواقع وكل الأخبار الرياضية اللي بتحصل، وطبعا من خلال قناة النادي الأهلي. ولكن امبارح وانا قاعد في حديث شيق جدا للنجم الكبير الكابتن سيد عبد الرازق، كابتن سيد بازوكا، كابتن سيد بازوكا واحد من أهم وأفضل اللاعبين في مصر وفي العالم العربي في أواخر الستينات وأوائل السبعينات. الحقيقة كان من أهم وأفضل اللاعبين في النادي الإسماعيلي كابتن سيد بازوكا. كابتن سيد بازوكا في حديث طويل جدا في الجريدة المميزة اليوم السابع الحقيقة، واتكلم كلام محترم جدا جدا، وكان بيتكلم طبعا في اطار النادي الاسماعيلي واللي بيحصل في النادي الاسماعيلي. وبالمناسبه طبعا النهارده النادي الاسماعيلي خسر 3-2 في مباراته الافريقيه وامام قسطنطينه الجزائري، كان كسبان 1-0 وبعدين 2-1 او 1-1 وبعدين 2-1 للنادي الاسماعيلي ثم 2-2 ثم هزيمة للنادي الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدفين. اللي عايز أقوله بس لحضراتكم في إطار هذا الموضوع، طبعا تأكد بشكل كبير خروج النادي الإسماعيلي من هذه البطولة، والناس الإسماعيلية يعني تقول لك يا ريتنا ما رجعنا نلعب في هذه البطولة، البطولة الأفريقية، ولكن هي احتكاك. النادي الإسماعيلي يحتاج الكثير من التطوير خلال الفترة القادمة. لكن الكابتن سيد عبد الرازق قال كلام مهم جدا 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 في اطار هذا الموضوع، وفي اتكلم عن النادي الاسماعيلي واتكلم عن الدوري واتكلم عن كذا وعن كذا وعن كذا، ولكن اهم حاجه لفتت نظري في كلام الكابتن سيد عبد الرازق كانت ايه؟ ان الكابتن سيد عبد الرازق بيقول لك بيسالوه من سيفوز بالدوري العام هذا الموسم؟ في اليوم السابع بيسالوه من سيفوز بالدوري العام هذا الموسم؟ الكابتن سيد عبد الرازق يعني رد بدون تردد، بدون تردد قال لك النادي الاهلي. فالصحفي اللي قدامه سأله قال له طب ليه النادي الأهلي؟ قال له لأن النادي الأهلي بيرضعوهم بطولات. بيرضعوهم بطولات دي كلمة مهمة جدا 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 وكلمة كبيرة جدا جدا. والحقيقة من أول يوم، من أول يوم يمكن أنا مش من أبناء النادي الأهلي، وعندنا مجموعة كبيرة من اللاعبين مش بيبقوا مش من أبناء النادي الأهلي، ولكن اليوم كان يوم خميس، انا اتذكر كان يوم خميس اليوم اللي دخلت فيه النادي الاهلي انا شخصيا وغيري 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 وغيري، وانا بتخيل وانا لما حسيت ان انا عايز اتكلم في الموضوع ده سالت ناس كتيره جدا، قلت لهم هل احساسي ده كان لوحدي ولا كان كل الناس؟ فاتكلمنا مع بعض انا ولاعيبه كتير الحقيقه، خالد بيبو على عماد النحاس وبركه، كل الناس اللي كانت في الجيل بتاعنا يعني، اجتمعنا على شيء مهم جدا جدا جدا. احنا من اول يوم دخلنا في النادي ده النادي الاهلي واحنا حسينا بشيء مختلف، دخلنا كده شمينا ريحه البطوله والله بجد يعني. من اول ما انت بتركن في جراج الاوبرا بره قدام النادي، كنا ساعتها احنا بنركن هناك، ما كنت بتركن في جراج الاوبرا بره وانت داخل حاسس ان انت داخل النادي الاهلي، حاسس ان انت داخل تاخد بطولات. حضراتكم انا واحد من الناس لعبت خمس سنين في النادي الاهلي، خدت حوالي 15 او 18 بطوله يعني، معلش اعذروني شويه في موضوع الارقام لاني من كتر البطولات ومن كتر الحاجات واحد خد بطولات كتيره جدا. بالمناسبه طبعا هي الصحفيه لبنى عبد الله واحده من الصحفيات المحترمات والنشطاء جدا في اليوم السابع. فاللي عايز اقوله بس لحضراتكم في اطار هذا الموضوع ان دايما احنا كده جوانا كده، الناس لما بتخش النادي الاهلي لا تفكر الا في شيء واحد فقط وهو كيفيه الفوز بس. كيفيه الفوز مش بمباراه، لا بمباراه بعد كده المباراه اللي بعديها لو دوري بعد كده المباراه اللي بعديها لغايه لما تنتهي بنهايه الدوري ويكون الاهلي بطلا للدوري. عشان كده النادي الاهلي فاز باكثر عدد من مباريات الدوري. هقول لحضراتكم قصه واحده. وانا داخل النادي ويعني الحمد لله كان الدخول مختلف، دخلت النادي الاهلي كده فمشيت في الجنينه بتاعت النادي، جنينه الاعضاء. فطبعا الاعضاء بيسلموا على الواحد وواقفين معاه، عارفين اول حاجه بسمعها ايه؟ يا ترى يا كابتن هتجيب كام بطوله؟ يا ترى النادي ده هيجيب كام بطوله؟ هتجيب مع النادي الاهلي كام بطوله؟ تخيلوا حضراتكم ان انت اول لما بتخش النادي من اول ما تسلم على الامن اللي بره، عم احمد وعم سعيد وعم ياسر وعم كل الناس اللي موجوده دي، وانت بتسلم عليهم من بره كده
بتبقى حاسس من جواك بشيء مختلف، حاسس من جواك كده الناس نظرتها نظرة بطولات، نظرتها نظرة بطولات، كلامهم كلام بطولات. الناس اللي قاعدة في الجنينة، الأطفال الصغيرين، السيدات الكبار في السن والسيدات اللي في الثلاثينات وفي العشرينات والبنات الصغيرة والولاد الصغيرين والولاد الكبار، كل الناس وانت داخل بتسلم عليك هناخد البطولة اللي جاية ازاي. كانت أول قعدة ليا مع الله يرحمه الكابتن ثابت البطل والمهندس عادل القيعي، بعد ما سلمنا واتكلمنا وخلصنا وعملنا كل حاجة وكنا ماضيين ومخلصين كل حاجة، لقيته بيقول لي أنت عارف إحنا بنلعب على إيه؟ مظبوط. قلت له طبعا أنا جاي النادي الأهلي. رد تلقائي، رد تلقائي كده بتقوله من جواك وأنت قاعد كده، أنا بلعب في النادي الأهلي يبقى خدت دوري، خدت كاس، خدت بطولة أفريقيا، خدت سوبر أفريقي، خدت سوبر محلي. بعد كده تفكر بقى، وصلت إن أنا خدت تالت عالم في أندية في كأس العالم للأندية. قليل قوي لما هتلاقي كده. كابتن سيد عبد الرازق كلامه مظبوط 100%. كابتن سيد بازوكا ربنا يديله الصحة، واحد من المدربين اللي مسكوني أنا شخصيا في فريق منتخب تحت 14 سنة، كابتن سيد عبد الرازق وكابتن سيد الطباخ ربنا يديهم العمر والصحة يا رب. كابتن سيد الطباخ واحد من أهم وأفضل لاعبي نادي الأولمبي السكندري. كابتن سيد عبد الرازق اتكلم صح، كابتن سيد عبد الرازق قال كلام أو كلمة أو جملة بيرضعوهم بطولات، هو ده المعنى الحرفي للاعبي النادي الأهلي ولناشئين النادي الأهلي ولكل جمهور النادي الأهلي. إن الناس بتبقى موجودة مفيش حاجة في دماغها غير كيف تفوز بهذه البطولة، مش ازاي مثلا ان انا اخد المركز الثاني ولا انا لا 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 المركز الثاني. وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده، المركز الثاني ده زي المركز العشرين، مش فارق كتير لو في مركز عشرين يعني. فالكلمة دي شدتني جدا، وان يقولها واحد من النجوم الكبيرة جدا زي الكابتن سيد عبد الرازق، الحقيقة ده نجم كبير جدا في عالم كرة القدم في العصر اللي كان موجود فيه، وطبعا رئيس قطاع الناشئين في النادي الاسماعيلي حاليا ومن قبل كده يعني، كان لعيب كبير يعني ربنا يديله الصحه. زي ما قلت لحضراتكم واحد من الناس المحترمه جدا. فعشان كده انا بقول لحضراتكم افتخروا بناديكوا دايما، اتبسطوا بناديكوا انتوا كجمهور، وانتوا الاساس في كل شيء، لان الجمهور ده هو حياه كره القدم وهو حياه لعيبه النادي الاهلي. وانا داخل كنت خايف، انا بشرح لحضراتكم احساس لاعب جديد داخل النادي الاهلي، ما اعرفش حاجه، واحد داخل النادي الاهلي، ناس كلموني اتعاقدوا معايا داخل النادي الاهلي. فده انا اللي انا بشرحه لحضراتكم، ده احساس اي لاعب بيخش النادي الاهلي داخل خايف، هو انا لو خسرت الدوري لا قدر الله اللي هيحصل، هو انا لو خسرت الكاس لا قدر الله اللي هيحصل، هو انا لازم العب ب 500% من طاقتي عشان اقدر اخد الدوري وعشان اقدر احجز لنفسي مكان في الملعب، عشان اقدر احجز لنفسي مكان في ال 11 اللي بيلعبوا بشكل اساسي. وحضراتكم كجمهور، الجمهور اللي قاعد بيتفرج ساعتها كان في جمهور في الملعب، جمهور بالالوفات كنا بنشوفهم وبيشوفونا وكانت بتحضر تمرينه. فالناس دي الحقيقه حضراتكم كنتوا انتوا اللي بتخلونا نبقى قلقانين داخلين النادي الاهلي، ده حاجه بالنسبه لنا كانت كبيره جدا. وانا بتكلم حضراتكم، لكن قبلي كان في رموز كبيره جدا جدا جدا. في نفس الوقت وانا داخل كنت بقول الله، هو محمود الخطيب كان قاعد هنا، هو صالح سليم الله يرحمه كان قاعد هنا، وحسن حمدي كان قاعد هنا، هي الناس دي كانت بالفعل بتلعب بتتمرن على نفس الملعب ده؟ يا ترى دول الناس دول جابوا كام بطوله وانا هحاول اجيب كام بطوله انا او غيري؟ يعني انا لما بتكلم بس انا بشرح لحضراتكم من خلال حد او من خلالي، لان انا شفت هذا الموضوع وكان ده احساسي. وزي ما قلت لحضراتكم انا من امبارح للنهارده بتكلم مع ناس كتيره جدا عشان اعرف هل ده كان احساسهم فعلا. النادي الاهلي هو فخر هذه الانديه، فخر كل الانديه من وجهه نظرنا احنا كاهلاويه، النادي الاهلي هو فخر كل الانديه من وجهه نظرنا ومن وجهه نظر الجميع من الواضح يعني، او من وجهه نظر الاغلبيه. معلش في ناس بتبقى دايما دماغها في حته تانية، وانا قلت لحضراتكم ان انا مش هتكلم في هذه المواضيع، احنا كل كلامنا خلال الفتره القادمه هيبقى مركز على شيء واحد، هو الهدف اللي احنا عايزينه هو الدوري العام المصري، وبعد كده نخلص ماتش الاثنين نشوف الماتش اللي بعده فيتا كلاب هنعمل ايه. هو ده اللي احنا اي مهاترات جانبيه ما بنبصش ليها ولا هنتكلم فيها، وحتى لو حصلت بعد كده
وهقول لكم حاجه برضو في الجزء الثاني لما اجي اتكلم معاكم وما اكمل كلامي هقول لكم انا اتكلمت معاكم في ايه الاسبوع اللي فات وحصل ايه طوال الاسبوع. فالنادي الاهلي